السلام عليكم، ان شاء الله هاد الحصه غادي نشوفوا كيفاش نهزوا الصباط ديال الماكينه. وهنا يكون هنايا واحد لي سباس اللي يكون شويه كبير، يعني ملي تكون شي حاجه غليظه هكذا ما تيصلح لكش دوزيها. اذا غادي تحلي هاد لابلاك اللي تتكون هكذا وتتبعي هاد الميكانيزم اللي داير هكذا هكذا هكذا. اذا تتصدقي هنايا اول حاجه تتكوني منزله هذه، يعني ما تتكونش هكذا، هذه تتكوني منزلاها هكا بهاد الطريقة، وتتمشي لعند هاد المسمار اللي هنايا وتتحليه وتتنزلي هاد لابلاك هكذا، انما وتتزيريها واحد شوية، ما تصيرهاش بزاف. علاش؟ باش هنا تتحكمي في ليبرا واش غادي تجيك مزيانة، يعني ملي تكون داخلة في ليبرا هكا، يعني ما تضربلكش في داك الصباط ديال الماكينة بهاد الطريقة هكذا. وعاد غادي تصيري هادي مزيان، ومن بعد ما تصيريها هانتوما شوفوا دابا منين غادي نهز صباط الماكينه غادي يكون عندي هنايا واحد الوسع اللي غادي يكون كبير بزاف، يخيط لي الجين والحاجه الغليظه. اذا هذا هو الريكلاج ديالها، اذا هو هذا مع السلامه.